السلام عليكم. هذا النهار هذا احسن عيد في العالم، هو عيد الام، وغنخرجوا للشارع الطنجاوي وغنشوفوا شي دراما عمل سيها مع الام ديالك عمرك تنسى. يا هلا بحالنا. هي السند، هي القوة، هي الفرحة، هي السعادة، هي أي حاجة مزيونة في هذه الدنيا. ربي يخليك مرضية الله يبارك. الله يخليها يا ربي يا من عمرك يرحمك. صحابي ما جبرت حتى شي واحد، قصد شريفة وبلا بيا ما ساوي والو رمضان. والله الله يسمح لنا من الوالدين واللي ما عندوش الوالدة ديالو الله يرحمها خير ديالي. والله يطول ربي في العمر، واللي عنده شي ولد اللي يتهلا فيها راه هي اللي كاينه ورده ديالها، راه ضروري علينا وهي اللي زعما اللي واقفه معنا في السعاده. جبرنا غير هي ان شاء الله. الله يخليك ليلي، كنبغيك بزاف الوالده. كرام قول لي شي موقف وقع لك مع الام ديالك وعمرك نسيت. كنت واحد المره يلاه بديت قرايه في كوافير وبيرمي وديك شي، وكانت عملت تقصيده دازت لها الله اكبر. النهار اللي غادي نعمل بيرمي نهار الاول يعني يلاه بديت زعما محامسه، صافي ماما دازت لها الطوموبيل فوق رجلها ما قالت لي شي، وعرفتي بغيت نحمق ديك النهار. ملي سقتي الخبر عرفتي ما بقيتش فاطمه براسي، طلعت على رجلي، التاكسي ما كاين حتى حاجه، بديت كتبان لي غير ديك الطريق وشكون هادي اللي ضرباتها وما جانيش. دابا الحمد لله الام ديالك مزيانه دابا. الحمد لله. شنو الرساله اللي توجه للام ديالك؟ بمناسبه عيد الام بغيت نقول ماما الله يخليك عليا وشكرا حيت انتينا في حياتي، وكما كانت هي ما كنتش غادي نكون انا. هي السند، هي القوه، هي الفرحه، هي السعاده، هي اي حاجه مزيونه في هذه الدنيا. وشنو ما عملنا راه كيبقى قليل في الحق ديال الوالدين ديالنا. الله يخلي لنا والدينا، واللي ما عندوش الوالدين ديالو الله يرحمهم، والله يخلي لنا الامهات ديالنا كاملين، وكل عام وانتم بالف خير ان شاء الله يا ربي. تقدر دابا صايت لو تفاجا وقول للوالده اليوم باش نسمعوا كاملين بينا ان شاء الله. صافي واخا دابا جيوتي ماما حق الله. الو ماما. انا اكرم، بغيت نقول لك كل عام وانتينا بالف خير ان شاء الله يا ربي، والهلا يخطيك عليا. شكرا بزاف حيت انتينا ماما وفي حياتي، والهلا يخطيك عليا يا ربي. كل عام وانتينا هي عيني وراسي وكل شيء في الدنيا. بخلك مرضية الله يبارك. الله يخليها يا ربي يا من عمرك يرحمك. يا الله بسلامة أنا مجة. يا الله الكبار فشلك رضا الله يبارك. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. طه حصلتي اليوم؟ حصلت اخي والله. حيطها اليوم واحد العيد، عرفتش من عيد اليوم؟ الأمة الحبيبة اخي. وعيطتي الوالدة ديالك ولا باقي؟ لا والو. جبتي شي كادو ولا باقي؟ صراحة كادو ما وجدتوش ولكن وجدوا له ما كاينش كرام. تقدر تعيط للوالدة ديالك؟ وجا لها واحد الرسالة ونسمع. نعيط لها اخي ابراهيم، علاش لا؟ حتى هي بوري مسكينة مريضة كي بقات؟ الحمد لله شويش فرحت. الله يشافيها اخي طه. اسمح لنا منه. نعيطوا لها اخي ابراهيم. الأم، اليوم عيد الأم. كنقول لك الوالده لهلا خطك علينا الوالده، والله يشافيك والله يزيدك في الراحه. آمين. وربي ربي آمين ربي يطول لك في العمر اما ديالي. اي والله صافي الحبيبه. امين امين امين. الله يطول لك في العمر. كلمه شهيره اخي ابراهيم. السلام عليكم. تكلم تكلم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف سيدي الوالده؟ مزيانه بخير صحه لاباس؟ الله يرحم والديك والله يشافيك، الله يشافيك ويطولنا في العمر ديالك. ربي يخليك الحبيب. الله يرحم والديك. السلام عليكم. علينا وعليك. الله يرحم والديك. باش ما تمنيتي ان شاء الله. ان شاء الله. الله يرحم والديك. واش نهار نديوك تفطر في مرقاله ان شاء الله؟ لا تقدروا. ربي يخليك ان شاء الله الحبيب. الله يرحم والديك. الله يعطيك العافيه. السلام. وقع لك شي بارتي وجبرتي غير الام ديالك معك؟ غير مؤخر صراحة. شحال يكون فاز عليا هذا؟ شهر 12 يعني ملتزم وكيحتاج. تزيرت في شهر 12 وقعوا لي الضغوطات، ما جاتني مع لاسورانس مع كذا، عملت هيدا صحابي ما جبرت حتى شي واحد، قصدت شريفة ودائما هي اللي هي اللي كان هي اللي كان يعني كتفكك. كنجبرها صراحة هذا الله. اي والله يعني هي فيها اوغس فيها اون فيها كلشي. كلشي الخاوة بلا بيا ما ساوي والو رمضان. اي والله الله يسمح لنا من الوالدين واللي ما عندوش الوالدة ديالو الله يرحمها خير ديالي. اي والله امين اخي طه وشكرا بزاف. تبارك الله. السلام عليكم. السلام اخي ابراهيم. كيف سينا مزيان؟ رحم والديك اخي ابراهيم. الله كلشي واعر. اجي واش اليوم ديتي شي كادو للوالدة ولا؟ واش غنقول لك عاد نديو لها ان شاء الله بالليل. شنو هتدي لها اليوم؟ نديو لها شي وردة، ومي حنا ما كرهناش نديو لها
ان شاء الله ديوان العمره ديوان الحال. نقول لك لا قص لك جا واحد رساله للام ديالك شنو غتقول؟ وكنقول لها الله يخليها لينا مسكينه والله يحفظها لينا والله يطول لها ربي في العمر وبوبري ما كتخسرناش واي حاجه كتوفر لنا. زينا غزال تبارك الله خاطيك مشاكل. خاطينا مشاكل والله الحمد لله عمرنا جبنا لا شي مشاكل ولا د الناس ولا د الخير. دابا لا قص لك خصك تعيط لها وقول لها شي كلمه قول لها الوالده كنبغي. اه نعيطوا لها اخي ابراهيم ما نعيطوا لها. لابورياتكم مشغوله مع الشباكيه والله عدل شي صفا وشي شباكيه ضروري عدلوا الشباكيه خال ملايين في الدار نجيو نشقر ان شاء الله. الله مرحبا بكم والله العظيمه. الوالده مسكينه مشغوله في الشباكيه مشغوله في الشباكيه والصفوفيه والله يسمعنا غير شوف الكاميرا وقول لها شي هضره ديك الساعه. والوالده اذا شفتي هذا الفيديو هذا راه كنبغيك والله يخليك لينا والله يطول لنا ربي الله يطول لنا ربي في العمر ديالك وتحيه لجميع امهات المغرب والله يطول لهم ربي في العمر والله يقول اللي عنده شي الوالده اللي يتهلا فيها راه هي اللي كاينه ورده ديالها راه ضروري علينا والله يخلي لكم الوالدين ديالكم وشكرا خير الله يعزك اخي ابراهيم. الوالده واحد الشيء كبير اخي وخا تعطيهم الدنيا كامله ما عاد توصلش داك الشيء اللي الناس ما كاين. الوالدين واحد الشيء كبير اخي زعما خصو الندم زعما الوالدين ما يطيعهم فهمتي الوالدين واحد الشيء ما يكتصورش. كنقول الام ديالي مسكينه الله يطولها في العمر وكنديها شي صحه جديده ان شاء الله يا ربي وهي اللي زعما اللي واقفه معنا في الساعه هذه جبرناها غير هي ان شاء الله. يعني كتجبرها هي في مارت في الحاج ملي كتكون قلبك عامر. صافي هي اللي كتهني عليك هي اللي المهم الام واحد حشي كبير عندك كنز في الدنيا وصاي ما يتعود حشي كبير اخي بارك الله شكرا اخي شكرا بزاف بارك الله فيك. الدراري ديالنا اليوم واحد العيد هذا العيد هذا شنو كيقولوا له اليوم؟ ديال الام. الى قص لك واش جا واحد رساله للويده ديالك؟ الله يخليها لنا الله يطول لها في العمر اي والله هادشي اللي كاين. نسينا خاو ديالي؟ حتى حنا يا خاو الله يخليها لنا الله يطول لها في العمر هادشي اللي كاين اخا امين. شنو قلت له؟ قلت له واخا ما عندك شي. ما عندك شي الوالده؟ واخا ما عندي. الله يرحمها والله يدخل عليها المغفره. يرحم والديك. انا الوالده هي كل شيء في الحياه، اذا ما كانتش الوالده راه ما كاين والو فهمتي؟ ونطلبوا ربي. توجه لها واحد الرساله. ونطلبوا ربي يخليها لنا ويخلينا واللي ما عندوش الله يرحمه والله يعوضه ان شاء الله. تبارك الله عليك. الوالده ديالك شنو تقول لها؟ تقول لها كنبغيك. تبارك الله عليك. انا لا نقول لك مرضي، الوالدين هما شي حاجه كبيره في الدنيا. ولي بغيتي انا ندي انا الحج هذه هي الامنيه ديالي. الله يرزقك اخ. عندنا زواج عندنا ماشي حاجه. يا برافو على الشيخ تبارك الله عليك. نسينا. الو. الوالده فاين بخير؟ الحمد لله. اش كتعمل؟ انا في الدار. واخ. المهم الوالده بغيت نقول لك واحد الحاجه. مع اليوم العيد. مع اليوم العيد الام. الله يخليك ليلي. كنبغيك بزاف الوالده. امين. صافي الوالده. الله يرضى عليك. والله يخليك لينا. امين. يلا بسلام. فاجأتي يا مسكين. تبارك الله عليكم الدراري وشكرا بزاف. تقول شي كلمه للام ديالك. الام ديالي مسكينه كندخلوا عليها الرحمات الام والاب والله يرحمهم ويوسع عليهم في هذا النهار هذا. ونتمنى والله الامه كامله الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار هذا اخي. يعني كيخلي واحد الموطع كبير من اللي كيمشي. اي الوالدين ما كيتعوطوش والله ما كيتعوطوا الوالدين اي والله واخا الانسان يعمل اللي يعمل في الدنيا الوالدين ما كيتعوطوش. الا قلت لك توجه واحد الرساله ديالك للشباب اللي الوالدين ديالهم كيجيبوا لهم مشاكل وكيغرقوهم مشاكل وانت عارف الشباب اللي كاين هذا. اي والله يهديهم والله يوفقهم. يا الدراري كيديروا مشاكل الوالدين ديالهم والله كيعرفوا حق الوالدين راه ما يقدروش ياديو منهم حتى شعر بوبرانين اللي كيمشيو عاد كي كيحس بالوالدين الانسان وهادي وعرف حق الوالدين شنو هما والله العظيم بالله. هنا كانت نهايه هذا الفيديو هذا وتما شفتوا الاراء ديال الناس والحمد لله كان فيديو في مستوى وكانت شي حاجه مزيونه هذا النهار هذا وكنتمنى الله يحفظنا الوالدين ديالنا ويطول لهم في المار ديالهم واللي ما سلسلو الام ديالو الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار هذا. والسلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.